مشاهدينا مشاهدي النيل التعليم العالي في كل مكان، بنرحب بحضراتكم حلقه جديده من ندوات ومؤتمرات. موجودين مع حضراتكم النهارده داخل كليه التجاره جامعه عين شمس ومتابعه المؤتمر السنوي 17. هذا المؤتمر الذي جاء تحت عنوان الخروج من الازمات المجتمعيه والاقتصاديه، الحلول والمقترحات. مع نتابع فعاليات هذا المؤتمر ونعود مره اخرى. فيما يتعلق بتداول الخبز المنعم. للاسف الشديد بنشوف على الارصده الخبز المنعم بخمسه قروش بيتصرف من باب الخلفي، بيتباع ب 25 قرش و 40 قرش و 50 قرش في بعض الاحيان. بنشوف ايضا جزء منه بيتجه نحو المطاعم، وجزء يتجه نحو مزارع الدواب والدور الماشيه الى اخره. هنا نحن في حاجه لتعديل التشغيل لفرض عقوبات صارمه على كل من يتداول هذا الخبز باي اسعار اخرى غير خمسه قروش للمستهلك. البعض بيقول نعمل نظام الدعم النقدي. انا من انصار الدعم النقدي بس مش مع الخبز. مش المرحلة الحالية. الدعم النقدي عايز شروط معينة عشان ايه؟ عايز ايه؟ عايز اولا حصر كامل لمستحق الدعم. يعني حوالي 60 ل 70% من افراد المجتمع عشان تستمع للباقي وتدي فلوس لهنا. عايز تحط نظام اداري مبسط وناجح هتوصل له الدعم النقدي ازاي؟ عايز تتعهد بزيادة هذا الدعم النقدي كلما ارتفعت أسعار العالمية اللي أنت بتستورد بيها عشان ما يرجعش الدعم العيني مرة أخرى. فهو يعني أنا بقترح تأجيله شوية. زي ما قلت إن كل سلعة من السلع سواء المنتجات البترولية أو الخبز أو غيرها من السلع المدعمة، في سلع تانية مدعمة وفي خدمات الكهرباء مدعمة. برضه وارد في الموازنة العامة للدولة 5 مليار جنيه دعم الكهرباء، ودي سهل جدا علاجها انك انت تعمل شرائح زي ما عملنا شرائح على الضرايب الاسبوع الماضي. نعمل برضه شرائح في اسعار الكهرباء، كل ما زاد استهلاكك يبقى سعر الكيلوات ساعه يزيد. تعمل تركيبه بحيث انها تستوعب ال 5 مليار خلصنا منها وهكذا. فاذا موضوع الدعم ده يجب ان يختلف علاجه كازمه من سلعه اخرى ومن كلمه اخرى. والدعم النقدي شيء جيد ولكن ليس في هذه يعني انا مش عايز اطول اكتر كده. انا عايز اقول ان الوقت عنصر مهم جدا. شايفين اللي بيحصل في اوروبا من حال اوروبا، اليونان واسبانيا والبرتغال ويناء على شفا الافلاس. اساس المشكله في اليونان هو عجز المواد العامه. اهملوه عدة سنوات بيدفعوا الثمن النهارده. عرضوا ان احنا نهتم بعلاج عجز المواد العامه للدوله اللي هو السنه دي 140 مليار جنيه في الموازنه. لو ما عملناش الاجراءات بسرعه النتيجه في نهايه السنه هيوصل 200. الكلام ده مش عندي انا، عند وزير الماليه ممتاز السعيد لما اعلن الاسبوع الماضي ان الربع الاول من السنه الماليه في يوليو اغسطس سبتمبر الدعم وصل الى 50.6 مليار. اضرب 50.6 في 4 دخلنا فوق ال 200 مليار، ودي هتبقى كارثه على الاقتصاد المصري. ولا هناخد قرض الصندوق ولا هناخد مساعدات الاتحاد الاوروبي ولا هتقدر تعمل حاجه. ستضطر الى طبع النقود، وطبع النقود كارثه اخرى ستعصف كل جهود التنميه كما تؤدي الى ارتفاع الاسعار وما نسميه في علم الاقتصاد التضخم الجامعي. أشكر جزيل الشكر الأستاذ الدكتور علي لطفي على المناقشة الفعالة للأزمتين المهمين بالنسبة لنا، أزمة الوقود وأزمة رغيف الخبز. دلوقتي هنبدأ بالكلمة اللي هي سيادة اللواء حسن المرديزي اللي نورنا من منذ قليل، اللي هيتكلم معانا على أزمة المرور وهي
هي أزمة مهمة جدا بالنسبة لنا كلنا ومرتبطة بحياتنا اليومية. فنتفضل سيادة اللواء يبدأ الكلام. المرور بيرتبط بظلاله، يعني مؤسسة المرور بترتبط بظلالها على كل نواحي الحياة في المجتمع. في آثار سلبية المرور على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى السياحة وعلى البيئة وعلى الصحة وعلى التعليم. يعني تقريبا كل نواحي الحياة المرور بيرتبط بظلاله عليها. واحنا المرور علاقة بين كل مواطن، يعني نزل من بيته سواء كان ماشي على رجله او هيستخدم عربيته الخاصه او هيستخدم وسيله نقل عام، طالما نزل الشارع اصبح في علاقه مع المرور. الحقيقه الازمه الجيل اللي موجود او الناس اللي عايشه دلوقتي ما هماش هم السبب في تفاقم الازمه بالشكل ده، هي ازمه موروثه وعمرها طويل. احنا برضه مش هنقول ان احنا بقى عشان النظام السابق والكلام ده كله، مش هنقول الكلام ده، لكن هو في ابعاد للموضوع ان هو كان من ضمن اسباب الازمه والسبب الرئيسي انعدام اراده الحل. يعني ما كانش حد رغم اهميه مشكله المرور، وعشان نقول الاهميه بتاعتها وقد ايه المرور بيشكل يعني علامه خطيره جدا في المجتمع. لو احنا عندنا في القاهره في 1,800,000 عربيه، لو كل عربيه في القاهره تفقد ساعه واحده بس نتيجه الازمه اللي موجوده، وهو العدد الرقم اكبر من كده، والساعة بتاعتنا احنا مثلا ملهاش قيمة ب 10 جنيه بس، يبقى عندنا 18 مليون جنيه فاقد كل يوم نتيجة الأزمة، زائد قدهم بنزين، يعني بنتكلم في حوالي 40 مليون جنيه في اليوم، يعني بنتكلم في مليار جنيه في الشهر، يعني 12 مليار جنيه في السنة. ده رقم بسيط جدا ورقم مش هو ده اللي بيعبر عن الحقيقة، المفروض إن الرقم أكبر من كده. مش كل ساعات العمل بتاعت الناس بتبقى ب 10 جنيه، ومش كل واحد بيفقد ساعه واحده بس في اليوم. انا مش عايز يعني اقول ان هو الموضوع اكبر من كده بكتير، ويستحق ان احنا نديله اهميه اكبر من كده بكتير. ده على المستوى لو احنا حسبناه من وجهه نظر الاقتصاديه قد ايه بنخسر، ده على الجانب ده فقط لا غير. ناهيك بقى عن مشاكل السياحه ممكن تخسر قد ايه بسبب المرور، التعليم، الانتاج نفسه بيتاثر لما الناس بتروح الشغل متاخره او بتروح متعصبه نتيجه ان هو توتر في الشارع وراح متاخر. كل الكلام ده بيبقى له تاثير سلبي على الانتاج وعلى الاقتصاد وعلى الصحه والادويه اللي بتتصرف نتيجه التلوث اللي موجود نتيجه ازمه المرور، ووقوف العربيات في الاشارات او في الشوارع مدة طويله بينتج عنه انبعاثات، معظمها انبعاثات سامه بتسبب اثار سلبيه على الصحه بالنسبه للناس. ارتفاع الضغط والسكر يمكن برضه دي من الامراض اللي هي بيساهم فيها ازمه المرور، بتساهم فيها. ده على الجانب اللي هو بنتكلم على الجانب الاقتصاديه. في جانب تاني اللي هو الجانب البشري، ان احنا بنتيجه ازمه المرور وعدم الوعي المروري، مصر بتعتبر من اعلى معدلات البلاد على مستوى العالم في حوادث الطرق. يعني يمكن بنقول ان احنا اخر احصائيات بتقول ان احنا عندنا تقريبا حوالي 6,000 واحد بيتوفوا كل سنه نتيجه حوادث الطرق. يعني لو حسبنا الرقم في 10 سنين هنلاقي نفسنا خسرنا 60,000، وعندنا من بين 25,000 ل 30,000 واحد بيبقى عندهم بيصابوا باعاقات بتؤثر في حياتهم نتيجه حوادث الطرق، يبقى عندنا في ال 10 سنين حوالي 250,000 ل 300,000 معوض نتيجه حوادث الطرق. لو مصر كانت دخلت حرب في خلال ال 10 سنين دول ما كانتش هتخسر الرقم ده من الخسائر. يعني احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا وارقام تستحق ان احنا نتدخل بحلول عاجله وندي مشكله المرور اهميه كبيره. المرور ما كانش واخد يعني ما كانش فيه اراده حل للمشكله وما كانش واخد اهميه. لو حسبنا اداره مرور القاهره اللي بتنظم حياه 15 مليون واحد في الشارع اللي هم المقيمين في القاهره واللي داخلين وخارجين منها، الميزانيه بتاعتها في السنه 15 مليون جنيه. يعني كل واحد نصيبه في التطوير في المرور في السنه جنيه. طبعا ده رقم يعني مش عايز اقول ان هو ما بيعملش اي حاجه في الدنيا، والدنيا كلها دلوقتي اصبحت بتعتمد على التكنولوجيا وعلى الفلوس في اداره المرور وتطويره. فاحنا كده بعيد خالص عن القصه دي. ما كانش حد بيفكر في المرور بالمساله دي رغم الخسائر الفادحه اللي احنا بنخسرها كل يوم على المستوى البشري وعلى المستوى الاقتصادي. كان لازم يكون في تدخل، وبرضه هقول ان احنا من ضمن الاسباب في الازمه ان احنا كان عندنا مجموعه اسباب بتنقسم. يعني اولها مثلا اسباب هندسيه وتخطيطيه. يعني لو احنا جينا لغايه النهارده بتنشا مدن في مصر من غير ما يخطط ليها مروريا، من حيث الاستيعاب بالنسبه للحركه، من حيث تبادل الحركه بينها وبين المجتمعات القريبه منها، واقربهم التجمعات اللي موجوده على مشارف القاهره ما اتعملش. اصبحت دلوقتي مدينه القاهره الجديده دلوقتي في تجمعاتها الخمسه بتعاني من ازمه مرور.
لانها طبعا خطيطه خطر، بان اصبح في محورين بس بيدخلوا وبيخرجوا من المدينه الكبيره اللي بتشتغل على خمس تجمعات كبرى. ما زلنا لسه بنقع في نفس المشاكل، وما زلنا بنقع في نفس الاخطاء، وما حدش بيتدخل في الاعلان. لما برضه من ضمن المشاكل الهندسيه اللي موجوده، عندنا محورين يعتبروا من اهم المحاور اللي بنكون كلنا بنمر بيهم كل يوم. محور كوبري 6 اكتوبر، وده اكبر شريان مرور بيربط بين عاصمتين، بين القاهره والجيزه. والحقيقه في اخطاء في تصميم كوبري اكتوبر، رغم ان اللي قام على تصميمه وتنفيذه مكاتب استشاريه من اكبر المكاتب الاستشاريه في الصرف في الشرق الاوسط، والمكاتب دي بتنفذ عمليات مماثله بره في الخارج لكن بمواصفات سليمه. اتعمل كوبري اكتوبر يعني بعدد قليل جدا من المطالع والمنازل، واصبح كوبري اكتوبر مصمم زي الانبوبه لو حصل فيه عطل في مكان من الاماكن الضيقه على كوبري، اللي طلع على كوبري اصبح لقى نفسه يعني واقع فخ، لا عارف ينزل ولا عارف يروح ولا عارف يجي. الحوادث بتحصل على كوبري نتيجه برضه خطا في التصميم. كل الكباري اللي في الدنيا لما بتتنفذ بيبقى بيتعمل من المطلع حاجه اسمها حاره اصطاع، يعني واحد بيطلع من مطلع كوبري ما ينفعش يصطدم بحركه المرور الموجوده ويسبب حوادث. لازم بعد المطلع على طول يكون في حاره اسمها حاره اصطاع بياخد فيها سرعته وبعدين بيندمج في حركه المرور دون الاضرار بالاخرين. كذلك برضه لما الواحد يجي ينزل من المنزل بتاع كوبري لابد يكون في حاره اسمها حاره اطار، لازم ينعزل ينفصل عن حركه المرور، بيمشي في الحركه بيقلل سرعته بينزل من غير ما يعمل مشاكل وحوادث مع بقيه الحركه المروريه الموجوده على كوبري. بعد كده المحور الثاني اللي هو محور نفق الازهر. طبعا نفق الازهر كان خطط فيه ان هو يكون ثلاث حارات وان هو يتنفس في سنه، وانا طبعا مش عايز برضه اتكلم عن حاجات يعني. هو طبعا اتعرض على الرئيس السابق ان هو هيتكلف 400 مليون جنيه، ولما عرض قال ان هو هيتكلف ويتعمل في سنه، فلما قالوا ان هو هيتعمل في سنه قالوا ان المكنه اللي تصميم المكنه اللي هتحفر وهتنفذ الحفر في النفق لوحديها هيستغرق ست شهور. فالرئيس قال لهم لا، انا قلت تفتح في سنه يعني تفتح في سنه. طبعا قالوا ما قدمناش غير المكنه اللي حفرت متر الانفاق اللي هو الخط الاول والثاني اللي هو اتنفذ على حارتين. فاتنفذ سبع سنين واتكلف 4 مليار و200 مليون. وطلعت الصوره المشوهه اللي موجوده دلوقتي ان احنا في الصيف الاعطال تكاد تكون كل ساعه في عطلين ثلاثه بيأثروا على النفق في الاتجاه يقفلوه، ونقعد بقى طبعا احنا بنعاني منه اشد المعاناه. واصبح اكبر محورين في القاهره المفروض معمولين عشان تسهيل حركه المرور اصبح اكبر محورين بيساهموا في تعطيل حركه المرور. فهي طبعا احنا ده مثال صغير وبسيط للمشاكل التخطيطيه والهندسيه اللي هي سبب احد اسباب الازمه. يسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع الاستاذ الدكتور طارق حماد عميد كليه التجاره جامعه عين شمس. دكتور طارق مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. هي النهارده سعداء بوجودنا مع حضراتكم، بنشارككم في احتفالكم بالمؤتمر السنوي للكليه، وهذا المؤتمر حمل عنوان في غايه الاهميه عن اداره الازمات الماليه. يعني بدايه دكتور عايزين نعرف من حضرتك كيف تم اختيار هذا العنوان لهذا المؤتمر؟ احنا طبعا كلمه الازمه يعني مشكله، والمشكله لما تزيد بتوصل لمرحله اسمها الازمه. فاحنا عايزين احنا طبعا نقدر نقول ان احنا في عندنا مشاكل اقتصاديه ومشاكل امنيه ومشاكل سياسيه كثيره لسه ما اتحلتش. عندنا ازمه في عجز الموازنه، ازمه اقتصاديه ان الاستثمارات قلت، وازمات برضو الدستور لسه ما خلصش واللجنه التاسيسيه وانتخابات مجلس الشعب، فعندنا ازمات كثيره جدا. فاحنا بنحاول نحط حلول لبعض هذه الازمات، فبنحاول ان احنا نستعين بالمتخصصين في كل مجال. يعني مثلا لما بنيجي نتكلم عن ازمه المرور استعنا بسيد اللواء حسن البرديسي مدير مرور القاهره، اساتذه الاقتصاد بيكلمونا عن الاقتصاد وعن عجز الموازنه، اساتذه المحاسبه بيكلمونا عن مكافحه الفساد، في ناس بتتكلم عن ازمه القمامه وازمه الاحتجاجات الفئوية. فاحنا عندنا كم هائل من الأزمات، وبنعد لهذا المؤتمر منذ أكثر من سنة.
وطبعا اوراق العمل اللي تقدمت 46 ورقه عمل كلها بتتناول الازمات المختلفه اللي بيواجهها المجتمع المصري. فاحنا بنامل ان شاء الله ان احنا نساهم ولو بقدر ضئيل في وضع بعض المقترحات لحل هذه الازمات. دكتور طارق، حضرتك في كلامك ذكرت شيء في غايه الاهميه، ان عند حضراتكم هنا ابحاث علميه مرتبطه بازمات كثيره جدا في المجتمع المصري وبالطبع حلول ليها. هل في اي تواصل من الجهات المسؤوله في الدوله، من المنظمات الاهليه اللي بتعمل على المساعده في حل بعض الازمات؟ يعني في نوع من التواصل او التعاون لانتاج شيء جيد لهذا المجتمع، للاهتمام بهذا المجتمع؟ اكيد طبعا، يعني احنا بنتعاون مع وزارات كثيره. يعني احنا عندنا من ضمن المتحدثين من وزاره الداخليه، من وزاره التعليم العالي، من وزاره الماليه، من جميع الوزارات بتحاول تساهم معانا في وضع حلول للازمات اللي بيواجهها المجتمع، وده شيء جيد. يعني احنا الاوراق كمان اللي بتتقدم والكلمات اللي هي ورش العمل اللي بتتعمل بتحاول تحط فعلا ازمات مقترحات جيده وحلول جيده لمواجهه الازمات اللي بيواجهها المجتمع المصري. معنى كلام حضرتك ان في محاور يعني معينه موجوده في هذا المؤتمر، عايزين نعرف من حضرتك، احنا اتكلمنا عن المرور، يمكن ايه تاني موجود؟ طبعا ازمه المرور، في عندنا ازمه البحث العلمي في مصر، في عندنا الازمه الاقتصاديه، في ازمه عجز الموازنه، في ازمه القمامه، ازمه الغذاء والخبز، وازمه النظافه. يعني في كل تقريبا بنتكلم عن كل الازمات اللي بتواجه المجتمع المصري. طيب. وجايبين متخصصين في كل مجال. دكتور طارق، من وجهة نظر حضرتك، يعني البحث العلمي في مصر ومشكلاته الكثيرة جدا، لكن هنا في واحدة مرتبطة بإدارة الأزمات ويعني ببحوث الأزمات، ده شيء في غاية الأهمية. من وجهة نظر حضرتك لتفعيل دور هذه الوحدات الموجودة في مراكز بحثية كثيرة جدا وفي جامعات كثيرة جدا، لأنه يعني عندها كثير جدا من الحلول لمشكلات هذا المجتمع، عشان ما نبحثش عن حلول خارجية، لا بالفعل في حلول كثيرة جدا، تفعيل دورها من وجهة نظرك يكون ازاي؟ وطبعا تفعيل دورها ان لازم كل الوحدات اللي هي بتنشأ وحدات ذات طابع خاص في الجامعات بتنشأ اساسا لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة والبيئة المحيطة. فاحنا لازم طبعا بندعمها، بس هي طبعا بتواجه بعض المشاكل المالية. يعني تبص لاقي اي وحدة بتنشأ بيتاخد منها تقريبا 50% من مواردها قبل ما تصرف اي حاجة. يعني تبص لاقي في نسبة بتروح 20% لوزارة المالية و15% تروح للاستثمارات من اجمالي الايراد مش من الصافي. يعني انا دخل لي 100 جنيه قبل ما اصرف اي حاجه يضيع 50 جنيه، و50 جنيه اصرف بقى بيها على ايه؟ على الوحده وبتاع. فبرضه في بعض المشاكل الماليه، بس احنا بنحاول نعمل في ظل، واحنا لازم نعمل في ظل ضيق اليد، يعني او في ظل لازم نتغلب على الازمه دي. يعني احنا واحد بحوث الازمات او الوحدات الاخرى ذات الطبع الخاص بنحاول نتغلب على هذه المشكله بقدر الامكان، بحيث ان احنا برضو الوحدات ذات الطبع الخاص تستمر في عملها وفي خدمه المجتمع، هي اساسا لخدمه المجتمع. دكتور طارق، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المؤتمر، والكلمه حاجه تحب توجهها النهارده لكل المشاركين في هذا المؤتمر والمهتمين بحضور هذا المؤتمر؟ انا بحب اوجه كلمه بقى، النداء الاخير، نقول الشعب يريد تغيير الشعب، مش تغيير الافراد، تغيير السلوكيات، تغيير الثقافه بتاعت الشعب، عشان نخرج من ازماتنا الاقتصاديه دي. كثير من هذه الازمات ترجع الى سلوكيات خاطئه والى ثقافه خاطئه. احنا عايزين نغير السلوكيات والثقافه بتاعت الشعب المصري الى الافضل. مشكله النظافه، مشكله المرور، مشكله الاقتصاديه، كل المشاكل بتاعتنا ترجع الى السلوكيات والثقافه السائده اللي احنا عايزين نرجعها للافضل. ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع الاستاذ الدكتور هيثم عبد القادر، استاذ مساعد الاقتصاد. برحب بحضرتك معنا دكتور هيثم. اهلا بحضرتك فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهارده اولا، وسبب حرص حضرتك على التواجد في هذا المؤتمر؟ والله انا مبسوط اكتر ان انا اكون مع حضراتكم، بس كان سبب حرصي على حضور المؤتمر ان انا جاي اشارك ببحث او ورقه بحثيه بحاول اقدم فيها مقترحات لعلاج بعض المشاكل اللي بتقابلنا ومشاكل الاقتصادية اللي بتقابلنا في الوضع الحالي، خصوصا ان احنا في مصر دلوقتي في عصر الثورة وعصر التحرك والتغير، كلنا عايزين نحطنا ايدينا في ايدين بعض، عايزين نطلع، عايزين نتحرك لقدام، عايزين نشوف ازاي ايه اللي ممكن نعمله عشان نبني بلدنا.
الوقت دلوقتي ان احنا نعمل كده. جميل جدا دكتور حضرتك في بحثك او ورقتك البحثيه السياسه النقديه واستخدامها في اداره الازمات الماليه. يعني ده شيء في غايه الاهميه خاصه في يعني حديث وجدل كثير جدا في وسائل الاعلام وفي الصحف عن الضرائب التصاعديه وغيرها من الاشياء يعني المرتبطه بالسياسات النقديه. عايزين نعرف حاجه اكتر هذا الموضوع وازاي ممكن بالفعل تكون السياسات النقديه لها دور في اداره الازمات الماليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا لو جينا نتكلم على السياسات النقديه او نتكلم على السياسات الاقتصاديه بصفه عامه هنلاقي ان السياسات الاقتصاديه او علاج الوضع الاقتصادي بينقسم الى حاجتين. عندي حاجه اسمها سياسات ماليه وعندي حاجه اسمها سياسات نقديه. سياسات ماليه يعني بنتكلم عن الضرائب وشريحه الضرائب والضرائب التصاعديه اللي بدات الحكومه تتخذ اجراءات فيها وبدانا وعندي والدعم او سياسه الدعم اللي بنحاول توصل الحكومه المستحقين. تعالى بقى نتكلم على الجزء الثاني. الجزء الثاني بنتكلم فيه على السياسه النقديه، والسياسه النقديه بنتكلم فيها على اسعار الفايده وعلى نسبه السيوله، محاوله التحكم فيما يسمى بالتضخم او السيطره على التضخم اللي بتهم كل طبقات الشعب المصري. لان ببساطه شديده لو انا عندي تضخم، طب يعني ايه تضخم؟ تضخم يعني الارتفاع المستمر في الاسعار اللي احنا عمالين نتكلم فيه في مصر وعمالين نقول الحقونا الاسعار بتزيد الاسعار بتزيد. اكافح ده ازاي؟ ازاي اعمل سيطره على التضخم بتاعي؟ لان انا وانس ان انا حضرتك حققت السيطره على التضخم ده، يبقى انا هبدا احس بمردود العوائد الاقتصاديه بتاعي، هبدا احس بالراتب بتاعي اللي بتكلم فيه على الطبقه الفقيره، الراجل الموظف اللي يهمني جدا، الراجل الموظف الغلبان اللي بيقبض مرتب صغير، ازاي يستخدم، ازاي حضرتك يبدا يحس ان حصل انتعاش اقتصادي؟ مش عمره ما يحس بالكلام ده غير لما يحصل حاجه اسمها انضباط في الاسعار او يحصل سيطره على الاسعار. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ لازمنا مجموعه من الاجراءات. لازم رقم واحد ابدا انا اسيطر على الاسعار عن طريق اول حاجه اقلل زي ما بيقولوا كده طبع النقود، ما اقعدش اطبع فلوس او امول، لازم امول تمويل حقيقي، لازم امول التنميه عندي تمويل حقيقي، وده اللي بتفكر فيه الحكومه دلوقتي عن طريق ما يسمى بصندوق النقد، ان احنا ناخد قرض من صندوق النقد. طيب هو صندوق النقد ده مهم ليه؟ مهم جدا. مهم جدا ليه؟ لان ده بمثابه شهاده دوليه بتقول للعالم كله انا مصر اقتصادي بدا يبقى متزن ومستقر وبدا يحقق معدلات نمو. وحقيقه الكلام ده ان فعلا الاقتصاد في الفتره اللي فاتت بدا يحقق معدل نمو 3.5%. المعدل ده هو الى حد ما معدل لسه ما ارتفعش، بنامل ان يرتفع عن كده، لكن في حد ذاته هو خطوه الى الامام. وبالتالي صندوق النقد لما يجي يديني القرض ده، ده بمثابة شهادة دولية لكل دول العالم لكل المستثمرين ان انا وضع الاقتصاد عندي بدأ يتزن، ومن ثم هقدر ابدأ يحصل ما يسمى عندي بالنهضة الاقتصادية او التنمية. وده اللي اتمنى نشوفه بجد دكتور هيثم. ان شاء الله بنشكرك جدا، والكلمة حاجة تحب توجهها النهاردة لكل الباحثين المشاركين مع حضرتك زملاء حضرتك في هذا النقطة. سعداء جدا بوجودي معاهم وسعداء جدا بوجودي معاكم، واتمنى تملي ان احنا نتقابل على احسن حال وافضل صحة، واتمنى ان مصر تكون تملي الى الامام. شكر جدا دكتور هيثم عبد القادر استاذ مساعد الاقتصاد، نشكرك شكرا جدا. شرفت جدا بحضرتك. السلام عليكم. مشاهدينا مشاهديني التعليم العالي، كنا معكم من داخل كلية التجارة جامعة عين شمس ومتابعة للمؤتمر السنوي 17. هذا المؤتمر الذي جاء تحت عنوان الخروج من الأزمات المجتمعية والاقتصادية، الحلول والمقترحات. نشكركم على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من ندوات ومؤتمرات.